يعني النظام يخطئ تطمن عنه نشوف عنه الفهم يعني بين نفس الدعم الثاني لانه بين من البلدي وخير البلدي الثاني لكن الشخصيه لا زال نفس الشخصيه يعني كان يعني الدعم الثاني او كل من يشاهد يعني بين والله خير البلدي الثاني حديث بعد ذلك التكثير مع السرسلة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مطعم الرقاية اللاجئين واللاجئين وتقبلوا بحياتي كنتم معكم مستمعينا الكرام أهلا بكم وإياكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج دارفور. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج وما زلنا بنواصل حوارنا مع أحد فناني جريدة المسيرية الفنان أحمد بشير الشهير بالعنقولي. أهلا ومرحبا بك الفنان أحمد بشير. شكرا لك وكثر خيرك يا سعادة جدا أحمد بامتدادات لحد دارفور في كردفان وفي كل بقاع السودان ايضا فالانسان مهتم بابراز تراث هذه القبيله العظيمه. كنت شرفا جدا رأب طبع ولما نعطي حق الاجتماع لكل من تعرفون دارفور. في الحلقه الماضيه يعني في العام الاعمال التراثيه و اوكي انا غالبا يعني بحاول ادور في فلك الحياه اللي انا فيها يعني اللي هي حياه البقاره والروحه طيب ايضا من الاشياء الثانيه اللي نتكلم عليها هي الاقاعه اللي احنا فيه